إذن حفل شارقة ضيفي شرفي معرض لندن للكتاب الذي أقيم في دار الأوبرا الملكية بحضور الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة رئيس وفد الإمارة المشارك في المعرض وعدد من رؤساء الدوائر في الإمارة والمشاركين في المعرض. شهد العديد من الكلمات المؤكدة على دور الشارقة الريادي في الحراك الثقافي وذلك وسط حضور لافت محليا ودوليا. موفدنا غدير المعيني حضر الحفل ورصد لنا التفاصيل. في دار الأوبرا الملكية وعلى وقع العود احتفت هيئة الشارقة للكتاب بتنظيم حفل إفطار قبل بدء أول أيام معرض لندن الدولي للكتاب. فتواجد الشارقة ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب هو أكثر من مجرد احتفاء بالكتاب، فهو احتفاء بالثقافة العربية الأصيلة المعروفة بكرم الضيافة، وفي الشهر الفضيل لا أجمل من ابن الإمارات ليعكس هذه الصورة. فبحضور الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب وعدد من سعادة رؤساء الدوائر المشاركة في جناح الإمارة، انطلق الحفل بكلمة للشيخ فاهم القاسمي أكد خلالها أن الشارقة حريصة على مد جسور التواصل مع الآخر وأن الثقافة العربية لطالما كانت منفتحة على ثقافات العالم وهي السمة المشتركة بين لندن وإمارة الشارقة. وتخلل الحفل عدد من الكلمات العاكسة لأهمية أن تكون الشارقة ضيف شرف المعرض، فهي من دعمت وتدعم الناشرين والكتاب أينما حل الكتاب. كل هذا جاء تحت أنظار ومسامع الصحافة والإعلام محليا ودوليا، وهو ما حرصت هيئة الكتاب على تعزيزه لنقل صورة الشارقة الحضارية كما هي للعالم. الشارقة لها دور كبير في الثقافة ولها دور كبير في الكتاب. الشارقة أصبحت الآن من المعارض الأساسية العالمية في الكتاب، فوجودها في هذا المعرض إضافة للمعرض وأيضا إضافة للنشاط اللي احنا نشهده اليوم لإمارة الشارقة في مختلف أنحاء العالم. تنوع ما هو موجود في معارض الدولية ووجود الشارقة فيها يدعم هذا المحتوى العربي الجميل الذي يعني حرص على إيجاده أو وصوله صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي حفظه الله، وكان دوره مهم جدا في أن يوصل الثقافة العربية ويدعم الثقافة الإسلامية بشكل كبير ويعطيها الانطلاقة في أنها تمثل نفسها في معارض دولية. وتقدم الشارقة خلال مشاركتها في المعرض الذي يقام خلال الفترة من 5 وحتى 7 من أبريل الحالي أبرز ملامح مشروعها الثقافي الكبير، حيث تجمع مؤسسات الإمارة الثقافية والتراثية والإبداعية في جناح خاص يرفع علم الإمارات بين أكثر من 100 دولة مشاركة، وتستعرض رؤية كل مؤسسة وما تقوده من جهود للمساهمة في مجتمع المعرفة وتطوير قطاع النشر الإماراتي والعربي والاستثمار في الصناعات الثقافية القائمة على التراث المحلي والعربي.